ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إسلام زي ما شفناه وعهدناه كان ماشي بالمحبة والعدل مع بعض. مثلا عمر بن الخطاب مرضيش يصلي في كنيسة القيامة، قال لحسن يفهموا ان انا هحولها الى مسجد. منتهى المحبة ومنتهى الحكمة. ومش بس كده، كان عادل جدا زي ما انتوا عارفين لما كان نايم تحت شجرة بدون حراسة، فواحد معدي من الاعرابيين فقال له حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. فانا بالمحبه ان شاء الله نبني مش بس كنيسه وجامع، لكن نبني علاقه جميله ونبني مصر كلها. احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البطرك بتاعنا الكرسي؟ لما جه كان في بطرك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا، تصوروا مسيحي واضطهدنا لدرجة ان البطرك اختفى والأسقف اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين، وجابوا ورجعوا كرسي واعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الاسلام. فعشان خاطر ربنا حققوا الاسلام الحلو اللي احنا عشناه مع بعض. انا مش صغير، انا عجوز وعشت عمري كله في حب مع اخواتي المسلمين من واحنا شباب صغيرين في اسيوط لغايه النهارده، وبتمتع جدا بهذا الحب باستمرار. فاحنا عايزين نرجع المحبه، وان شاء الله ربنا طول عمره مبارك مصر وطول عمر مصر. احنا عايشين مع بعض، احنا وقفنا مع بعض ضد الفرنساويين وضد الانجليز وضد الصليبيين، وصلاح الدين الايوبي ادانا دير السلطان في القدس هديه للاقباط عشان اشتغلوا معاه ضد المستعمر الغربي. احنا اللي اشتغلنا مع بعض في الحرب بتاعت اكتوبر ضد الاسرائيليين، اللواء فؤاد عزيز غالي حرر شمال سينا، واللواء باقي زكي هو اللي قال لهم فكره الساتر الترابي ازاي لما ندفع الميه فيه يبتدي يتفتح ثغره تخش منه الدبابات. عشان خاطر ربنا يلا نبني مصرنا. كل سنة وانتم طيبين ومصر بخير.